وي متصله صباح النور. الو صباح الخير. صباح الورد. انا اخت فدوى كديره لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا بك معنا. ربي يخليك. تحيه لك تحيه للطاقم وكاع المستمعات. مرحبا. ربي يخليك. اليوم انا نعطي غير هادو الوسائل الاكلات ديال الدراري الصغار بارتير دو 6 شهور. يعني اتصلت بيا وقالت فهمت عبر عبر الفيسبوك. ما في اتصلت بيا سمعت لي بغات عندها بنيه وطلبتني ونسيتها عاد فكرتها دابا والله. نعم. وشنو كتقادي يعني وليدات صغار؟ شنو الحاجه اللي كتسهله في التوجد وكنحسوا ان فيها قيمه غذائيه زوينه مثلا شي حاجه؟ انا بين قوسين ما نعياش يعني تكون سهله ولا سهله ما لا ماشي اللي قد يتسهل حتى القيمه الغذائيه اللي فيها مزيانه. كلهم انا نعطيهم زعما كلهم المهم فيهم كل مره كتدخلي حاجه ماشي دقه وحده. يلا نبداو مع اول وصفه لك لالا اونس ان شاء الله. اون بيغي هادو كلهم سو فورم دو بيغي وعاد واحد الكومبوت. بيغي اي كومبوت اها. بيغي كنحتاج واحد بطاطا. نعم. واحد خيزويه صغيره. ثلاث الوريقات ديال ليزيبيناغ. نعم. واحد فرماجه مربعه. نعم. معلقه صغيره ديال زيت الزيتون. وهاد كنقشروا هاد الخضر كلها تنقطعوها قطع صغيره وكنبخروها. نعم. وبعد كنطحنوها مع باقي المقطع مع الزيت ومع الفرماجه وكنطحنوها كتكون سوفون بيغ كنعطيوها للبيبي ديالنا. نعم. هذه الاولى. الثانيه كنحتاجوا واحد 60 غرام ديال الرز عادي. نعم. كيتعطى غير الرز كيتغسل مزيان. هذه يقدر يتعطى في العشاء مثلا وكنديروها في طنجره مع الماء حتى يطيب. ومن بعد كنزيدوا لي واحد شويه الفاني. نعم. وتخليوه حتى كيبرد وكنطحنوه ونقدموه نعطيوه للبيبي. نعم. بيغي خضرا كنحتاجو واحد البطاطا. شويه ديال اللوبيا خضراء. شويه ديال اللوبيا خضراء. واحد 40 غرام ديال اللحم البقر البقري. نعم. واحد معلقه صغيره ديال زيت الزيتون. كنبخروا اللحم مع اللوبيا حتى تطيب مزيان. بعد كنزيدو بطاطا حتى هي مقطعه يعني البطاطا حتى الاخرى دغيا كطيب كنخليو تتوخر مزيان كلشي مزيان ويطيب. عاد كنطحنو كلشي مع ديك الزيت بلديه. نعم. وتنقدموها للاطفال ديالنا للبيبي. واحد بيغ اخرى كنحتاج واحد بطاطا. نعم. صغيره. واحد بيضه مسلوقه. نعم. واحد فرماجه مربعه. نعم. نص بصله صغيره. نص بصيله صغيره ورق. نعم. اي كنديرو الخضره كلها كلشي الخضره كتبخر كنديرو الخضره كلها كتبخر حتى كطيب تبخر طيب مزيان طيب مزيان. من بعد كنزيدو لها نص بيضه مسلوقه وفرماجه. نعم. وكنعكوهم مزيان ونعاودو نطحنوهم وكنعطيوهم للبيبي ديالنا. نعطيك كومبوت. نعم لي كومبوت. الكومبوت كنديرو واحد بوعويده. نعم. واحد التفاحه يكونوا كلهم صغار. بوعويده وتفاحه. كيتنقاو مزيان وكنديروهم يتبخروا. وخلو حتى يبردو وكنطحن حتى ما كنزيدهم والو. بغيت نزيدو واحد نعطيهم ناتيوغيل زعما بالحلاوه ديالهم. بغينا نزيدو واحد المعلقه دو صغيره ديال العسل الحر نزيدوها ماشي مشكل. نعم. من الاحسن تعطى كما باش البيبي ديالنا نولفو خصنا نولفو من الملح والحلو ونقص شويه في الملحه نقص شويه في السكر باش يبقاو. صح عندك الحق باش حتى ما يبقاوش عاوتاني يولفو المذاق الحلو ما يبغيوش الملح. اي لانه كاين بزاف ديال المامون كيبقاو يعطيو غير الحلو مثلا غير الحلو نهار كتجي تعطي للبيبي شي حاجه مالحه ما كياكلش. ما تيبغيهاش عندك الحق. هذا مجي هادشي اللي كاين مرة أخرى نعاود نزيد حاجة أخرى إن شاء الله. شكرا ليك تبارك الله عليك. سلام كبير ليك وتبارك الله على لالا أونس اليوم فكرت في لي غوسيت ديال وليدات الصغار كنحب